كان نفسي قبلك انت وابن عمك اصور معاك فيديو ظريف كده. انا قطعت امرك بس المشكله معاه والله دلوقتي احنا ما فاضيين نتحرك ولا اي حاجه. هو عندي شغل وانا عندي شغل وبعدين فتح مكتبه واليومين دول بقى مراجعات وبتاع فانا صعب اسيب ال طيب صعب اسيب الشغل نفسه. ماشي خليني اقول لك فكره ثانيه. بص يا تمام الاسئله اللي كنت هسالها لك في الفيديو تمام خليني اسالها لك دلوقتي بسرعه وتجاوبني عليها بسرعه تمام؟ تمام وننزلها يعني نسجل المكالمه وننزلها بصوتك. ايه رايك؟ تمام تمام عادي ما عندكش مشكله يعني؟ لا ما عندكش مشكله خالص. طيب بص انت عرفت امتى ان الصوره اللي عليها اسمك بقت الترند الاول في مصر؟ ما عرفتش قبل المغرب حاجه بسيطه. قبل المغرب ثاني يوم؟ قبل المغرب اللي هو امبارح. امبارح المغرب قبل المغرب امبارح اللي هو ثاني يوم الانتخابات. ثاني يوم. تمام ولما عرفت بقى حسيت بايه او عملت ايه؟ بص هي حسيت بحاجه. اولا انا يعني حسيت ان الموضوع كبير خالص وقلقان الصراحه وبرضه بعد كده لقيت الدنيا عادي ماشيه كويسه بتاع بس لما بقى لقيت بقى كل دخل على صفحتي يعني اصلا معظم انا صفحتي حد معين واصحابي. لما لقيت بقى في كتير بيخش على صفحتي بيعلق وفي ناس كتير شتمت دي اللي زعلني خالص بقى يعني انت اصلا ما تعرفنيش وليه ما تخش على صفحتي واصلا دخلت على صفحتي ليه ولا ده بيحكم لما طلعت مره كده مش عارف كذا والفظ ما ينفعش تقال. انا ده اللي ضايقني خالص ده اللي ضايقني بس كل بقى يشوف كل حاجه على مزاجه هو. هو اللي دخل شتمك ليه يعني؟ كتير والله شتمني بس انا كنت بخش انا امبارح انا كنت فاتح بس كنت فاتح الايميل بتاعي عشان اي شتيمه والله انصح بس عشان اسيب اللي بيعلق. انا امبارح كنت فاتح والله كنت فاتح ايميلي بس عشان امسح اللي بيشتم مش هسيب اللي بيعلق عندي علق كتير وما اعرفهمش وكلهم مش عارف الاصدقاء حتى لو كنت قافل اصلا قافل الفولو ولما لقيت الدنيا بايظه كده قفلت ما خليش اي حد غريب يعلق عندي ما كنت فاتح اصلا اي حد يعلق يعلق. تمام قفلت كل ده لما لقيت الكل بيزيد قفلت انا كل ده. اللي شتم ده دول يعني زعلانين علشان انت انتخبت ولا زعلانين عشان انت عاق؟ لا مش عاقل هو عاقل لا هم زي ما مفكرين بقى هم دول بقى اللي انا بقى طلعت بقى واحد مثلا عامل صوره حاجه زي كده حاجه ثاني حاجه بقى اقول لك ايه ان هو احنا اعتبرناه ده فضول اللي هم اللي مش عارفين يشوفوا الكلام ده لا اعتبرناه فضول وطلع مش عارف كذا وتبقى كذا وكل بقى يصنف على بزاده بقى اللي عايز يخليها حاجه حلوه بيخليها حاجه حلوه اللي عايز يخليها حاجه وحشه بيخليها حاجه وحشه اللي بيقول بيقول هو احنا يعني احنا سبحان الله احنا بتاعنا كده ياخد الحاجه اللي هي الصغيره دي ممكن يكبرها في ثانيه. تمام انا حاجه مش مستاهله يعني. اللي عمل الصوره دي اخوك فعلا؟ لا ابن عمي. وابن عمك عمل كده ليه؟ عادي بينهزر عادي احنا كده كده اصلا بدون زعبة عادي ما فيهاش اي حاجه. حاجه عاديه خالص منزلها على شرب على الصفحه بتاعته ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. انت مش زعلان من ابن عمك؟ نعم. انت مش زعلان من ابن عمك؟ لا 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 من عند هو عادي احنا كده طول عمرنا بنهزر عادي ولا في اي حاجه مش عارف خالص هو ابن عمي واخويا يعني مثلا اخوات. انا اللي زعلني الناس اللي بتعلق وشتمت والكلام ده كله واللي دخلوا حوار وبعدين اصلا كده كده الصوره دي اصلا كانت على كان على صفحته هو فجأة على تويتر وانا بقى لما لقيت الدنيا باظت كده رحت بقى اتصورت في الجزء النظام دي اصلا مصور يعني كنت اصلا منتخب من بدا ثالث. تمام انا كده بقى نزلت اسبوعي بقى وعملت الصوره اللي جبت الصوره فوتوشوب والصوره الحقيقيه الصوره الحقيقيه وكتبت حتى احنا عايزين نعرف بعض يا ريس كتبت كده فعلا. ما انا اقول لك ده اللي حصل. طب يعني انت نزلت الانتخابات وشاركت اول يوم ولا ثاني يوم؟ لا ثاني يوم بس ثاني يوم الصبح. ثاني يوم الصبح. كنت رحت فعلا الانتخابات وانتخبت و طبعا رحت انتخابات وانتخبت الشيخ برضه مش اي حاجه ولا كان في دماغي اي حاجه اصلا. انا بقول لك انا لو كان في دماغي حاجه اصلا كنت انا بقى خدت الموقف دوت وصورت فيديو وصورت جلست جوه اللجنه انا الصوره الوحيده اللي صورتها هي الاسبوع دي. تمام. فانت لو كنت عارف كنت عملت صور كنت عملت صور كتير صور كتير صورت مع الجيش بقى اللي قدام اللجنه وصورت في اللجنه وصورت مع اللجنه وكنت عملت بلبله بقى زي هم عايزين كنت عملت بقى خدت صور كتير لو انا اعرف او سمعت الكلام ده لكن هو الصبح انا صورت عرفت هذه الصفحه عادي رشحت عادي وعملت اسبوعي ما كنتش ناوي انزل اي حاجه بس لما الدنيا كده فرحت انزله بقى بس. تمام.
برضه برامج برضه يعني زي ما بطل برضه فيه امبارح برضه منزل يقول لك ده تهدد ما تهددش وما كانش ينتخب. مين اللي قال ان انت لا ثواني بس مين اللي قال ان انت تهددت؟ اه لازم اعطيه مطر فعلى ما عنده قال لك ده بدي اتهدد وما كانش كده وما هددش انا بس يعني برضه قال برضه في شفيق برضه بدي اتهدد وقال لك 10 دكاتره مش عارف ايه كان في برضه في الجامعه الدكتور يعني بص هو قال حاجات كتير من ضمنهم قال لي الشريط ده وما كانش يعني ونزل اتهدد راح وكده وكان لسه ما حصلش خالص ولا اصلا اي مخلوق بص حرام لي باي حاجه ولا في اي حاجه بص يعني بص ما اتفلسش لا خالص. بص عشان الكلام يبقى واضح هل في حد اتصل بيك؟ لا 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 طبعا ولا اي مخلوق انا اللي بتصل بيا قنوات بس اه يعني حتى بس يعني حتى لما زي ما اعتقد مره برضك انا ما اعرفش الكلام ده منين يعني حتى لو اتصل بيا وقال لي او كده لو برضك جاب كلام من عندي تمام انا ما فيش مخلوق كلمني من سواء كان شرطه او مش مخلوق حتى حاول يعني الحمد لله بعرفه كده ولو في اي حاجه اصلا على فكره ما كنتش هستنى ولا كلام بس ما لك انا ولا خلاص ما حصلش اي حاجه بس برضك الاعلام اللي كبر وبرضك في برضك مش عارف انا كيف برضك عمال تقول ده حصل كذا وحصل وحصل وكل ما يقول لي اي حد اللي عايز يبوظ الدنيا وعايز يبوظ صوره مصر وعايز يعق الدنيا بيقولوا خلاص. انت في قنوات فضائيه كلمتك؟ نعم في قنوات فضائيه كلمتك؟ اه في كتير وانت وده عملت مداخلات تليفونيه؟ نعم عملت مداخلات تليفونيه معاهم؟ لا لا انا ما رضيتش الصراحه. طيب يعني دي هتبقى اول مكالمه تليفون انت بتعملها مع صحفي بتتكلم فيها؟ لا هو في بص هو في هو في كتير صحفيين كلموني كلمتهم تليفون وحاجه بس هم قالوا كانوا عايزين يعملوا ايه؟ لقاء معايا وكده بس انا ما رضيتش. انت ما رضيتش؟ تمام. ليه بقى ما رضيتش عشان مش عايز الموضوع اصلا اللي هو صغير وبالنسبه لنا كان هزار. فانا بقى هتابع ده واعمل ده اعمل شهره انا بس يعني انا بقول لك انت لو بتحط على صفحتي اصلا هتلاقي اصلا عدد اللايكات اللي عاملها اصلا كتير ما يكملش 20 25 واحد. يعني بقى شهره ولا بتاع ولا الكلام ده ولا اصلا ولا اي حاجه انا عايز برضه انا في دماغي اني اشتهر. او اشتغل حاجه زي ديت واطلع قنوات واعمل بس انا مش انا عايز حاجه عادي مش اي حاجه عايز يوم عادي خلاص شغلي مع مراتي كده وخلاص الدنيا تمام. انت متجوز؟ اه متجوز الحمد لله. عندك اولاد؟ لسه جاي ان شاء الله كمان شهرين. شايف مستقبل ابنك اللي جاي ده عامل ازاي؟ نعم شايف مستقبل ابنك اللي جاي ويجي لك بالسلامه يا رب عامل ازاي؟ لا بص حضرتك المستوى ده بتاع ربنا انا النهارده انا بكلمك انا ما اعرفش بكره هيحصل ايه المستوى ده بتاع ربنا ما اعرفش والله دي حاجه حلوه ايه ان شاء الله. طيب اخر سؤال انت نفسك في ايه يا وليد يعني نفسك تشوف مصر دي ازاي او نفسك في ايه يحصل كويس في البلد؟ انا او اي واحد في مصر ذات نفسه عارف مصر دي بتكون بص احلى حاجه واجمل حاجه والرئيس ان شاء الله لما ينجح ان شاء الله نتيجه ناجح ان شاء الله لما ينجح يعمل بقى خلاص هو كده الدنيا كلها يعمل بقى يخش بقى على الخير ويظبط الدنيا وكده بس انا يعني الدنيا في العالم مصر تبقى هي احلى بلد في الدنيا كلها مش اكتر من كده وعلى فكره مش عايز علينا بس لو انا كده مصر كده عليا وعليك وعلى الدنيا كلها خلاص بقى الدنيا مرتاحه وهتبقى حاجه كويسه للكل يعني مش بس. تمام مش باكد عليك ان ده كان حوار صحفي عملناه بالتليفون الاسئله والاجابات دي انا استاذنتك في الاول وسجلتها فبتأذنك تاني ان احنا ننشر الكلام ده ماشي اتفضل حضرتك ماشي عادي تمام ومتشكر جدا وربنا يبارك لك ويحافظ عليك انا تحت امرك بس عايزك بس عايز اعرف بس هتبقى عليه وكده عشان ابقى عندي على الفيسبوك يعني انا هشوفهم عندي في الجورنال لو حبوا ينشروا الكلام ده عندهم في الجورنال ماشي ما حبوش ينشروا الكلام ده عندهم في الجورنال انا هنشره عندي على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك. ماشي يا استاذ وليد وفرصه سعيده جدا باذن الله. انا هسعى تسلم تسلم مع الف سلامه مع السلامه.